النساء 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 الله يعيش النساء 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 الله يعيش. ما تنجمش تنجمش تحكم لبلاد امرأة. معليش خاطر مجتمعنا يتقبلهاش صعيبة. ديما الراجل في الأمور هذي ديما عنده معناه فكرة أكثر من المرأة وأقوى من المرأة مهما يكون. كان تشد رئيسة في تونس علاش لا؟ نولوا من الدول اللي نتبعوا الديمقراطية ونولوا متجهين للديمقراطية بالرسمي. إن نحس بالمرأة التونسية معناتها حاجة باهية ياسر. ما تصلحش عمرها ما تجي يا خويا رئيس امرأة في تونس عمرها ما تجي. ماهيش مقبولة بالنسبة لي نحن كتوانسة. رأيي الشخصي أنا ما نوافقش على رئيس تكون رئيس جمهورية امرأة. خاطر نحن أنا ديجا رئيس راجل ومش مسلكين معاه باش نزيد نشد لنا امرأة. ماهيش نجم تكون علاش لا؟ أما إن شاء الله يكونوا في مش الفايدة هي امرأة تشدها، الفايدة اللي يشدها يحب تونس. فهمت شنو هي؟ هذه الفايدة حب مرأة ولا راجل اللي يشدها يحب تونس باش ترجع بلادنا كيما كانت. كيف كيما المرأة كيما الرجل. فما حد وحتى فما حد فرق. المفيد إن شاء الله حتى تكون فما ديمقراطية في البلاد وبرا، مش بالكلام وبرا. هكا. إذا شاف المرأة التونسية باش تكون باغ إكزومبل مرأة شادة الحكم، أما سا نونبيشي لي راجل كمام يعني هكا راجل كمام يقعد ديما بهيبتو مش كيما المرأة، أما يعني ستان أونوغ باش تشد مرأة الحكم هكا وكل ستان أونوغ بوغ لا فام تونيزيان أون فيت. كأنو دولة مرأة تشد رئيس دولة حاجة باهية، بالنسبة لي أنا تعجبني برشا، نواكبو الأوروب، نعيشو كبريطانيا نعيشو. عجبه ايه برشا. انا اعتقد يكون هي كان المرأة تشد الحكم في تونس. علاش؟ مش خاطر ثم فارق ما بين راجل ومرأة، لكن جوست معناتها بوغ اشفي لو بروسيسوس ديموكراتيك. لا ميم شوز كو سوسوا مرأة ولا راجل هي الحكاية، اون فيت عقلية مش مرأة ولا راجل كايتخ هومان. مش كأنثى ولا ذكر هي اللي باش تبدل ولا باش. لا ميم شوز. ما يقلقش خاطر يهمنا الانسان الوطني اللي يهمه البلاد امراه ولا رجل، لان التونسي تو يهمه القفه والامان. اي تونسي تسمع يقول لك اخويا اعطيني الامان سواء بسيط ولا لاباس عليه. هذه هي الحاجه الاكيده. رايي انا الخاص كون المراه بشد تونس صعيب ياسر. علاش؟ علاش خاطر ماشي احنا نقولوا باش نقولوها دوله ماناش نتاع لي انا نتاع قوه واحد ومرة ما تنجمش تقاومها. ليه نورمال تنجم تسد على روحك. في فرق يا اخي، في فرق فيه المخ، الفيده كل في المخ، الباقي كل على بدل عادي نورمال. عندنا في المرأة التونسية تنجم تجي كل شيء، معناها تنجم تجي رئيس عادي، شنو المشكل؟ فما دول أخرين فما دول أخرين كما الأرجنتين في بالي هكا والأوروغواي، معناها جد فيهم برشا نساء ولاباس، أمورهم خير من نحن. تشد امرأة ولا راجل راهو كيف، عندنا حتى مشكل. وإحنا ماذا بينا نجربوا معناها مرة تشد امرأة خلينا نشوفوا شنو اللي تعطي. اي ماذا بينا رجل دولة تجي مرأة. حبوا تونس شنو مرأة وشنو الراجل، فرق بيناتهم فرق عاد شيء. المهم في الثقافة وكل شيء والتصرف وكل شيء. ماذا بينا نحن تكون مرأة. هون هي فكرة دحفونا على الاخر تشد مرأة، تنجم معناتها تجيب افكار جدد معناتها دو نوفو معناتها كيفاش نقولها افكارها وهما شنيا معناتها افاق جدد لتونس وفكره تحفنا على الاخر. انا جو سوي بو فكره بيا طفله مراه يعني تشد رئيسه صارت تجيب افكار باهيه. لا مراه كان باش تشد رئيس الدوله نحب اذا يكون راجل معناتها اكثر، خاطر مسؤوليه كيف نافيه ديما نتصورها تكون للرجال اكثر خير ما تكون للنساء. النساء شنو هي بالنسبه ليا كان تخدم المجتمع اي ما
مش بلاصتها نتاع رئيس الدولة. المحل ثم راهو رئيس الدولة نتاع الأرجنتين مثلا قوية برشا وباهية برشا وخدمة بلادها برشا ظهر بلاد هذايا وجات زادة مع فلسطين برشا. أما في الجانب هذايا نحبت في تونس ثم راجل ماشي نتاع نساء. بو امبورت امرأة ولا راجل وكل شيء تشد. أما إذا كان الوضع على ما عليه ما عملنا حتى شيء وقتها. عادي معناها كان تشد مرأة رئيس الدولة خاطر تو ما عادش فما ديفيرونس بين الراجل والمرأة. معناها كلمة لازم تكون مرأة تعطي بلوس البلاد خير ما خير من الراجل. معناها فما حتى ديفيرونس فما حتى مشكل ما بين الراجل والمرأة المفيد البلاد وكاو بس لا أكثر ولا أقل. المرأة ولا الراجل ما فيهمش حتى فرق فهمتني ولا الفرق هي تشكون اللي يخدم البلاد بس. احنا ديجا أنا نعانيو كيف سواء رئيس مرزوقي ولا غيره هو بيدو السيستيم. مرأة شد رئيس علاش لا نجم تكون نجم تكون ما عملوش رئيس تعملوا رئيسة توني ما عادش فما مشاكل نورمالمو. أنا حسب ما نشوف كي تشد مرأة خي ملي تشد يشد رجل. أنا نعتز بها المرأة كلها تخدم تجي مرأة تحب تونس وتحب الوطن وتحب الشعب وتخدم الشباب وتعطي حرية المرأة وتنحى علينا الارهاب وتنحى علينا الفقر وترجع تونس للامام وديما تونس حره وديما تونس عاليه نعتز بها. علاش المراه ما عندهاش حق تولي رئيسه؟ هي تولي رئيسه وتولي حتى فوق الرئيسه.